هناك. يعني هلا في نحن مشاكل بحفسرجي، مثلا الصرف الصحي، الصرف الصحي غربي الضياع، يعني عمل غير منطقي، غير منطقي بكل المعاني. يعني هذا بيعطي ريحه وبيعطي اوصاف وبيعطي يعني منطق، شيء غير منطق. يعني شو طبعا في مشاكل تانية في المياه وفي في كذا، بس هلا هاي مساله حساسه جدا يعني بالموضوع، انه صرف صحي غربي الضياع مو عمل له، يعني مو عمل منطقي. لو ردنا نقول منطقي هذا الكلام مو منطقي. هلا سبب امراض، بيسبب بينقل عداوه، بينقل عدوى، بينقل يعني بعوض وحشرات، وبيصيب يعني حبه السنه صار يتفاجئوا فيها الناس. ايوه، فهي اشكاليات كبيره يعني بالنسبه للصرف الصحي غرب الضياع. يعني هذا بده حل، يا بده مشروع ينقله لشرق الضياع، او بده عملية فلترة وتنقيل هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع الصرف الصحي في بلدية حفسرجي، نحن عم نعاني منه كتير بسبب انه عم يأثر على السكان وعلى البيئة. نحن ناشدنا منظمات وناشدنا جهات معنية لذلك نحل جزء من هذا الموضوع. تم تحويل 60 بيت بالنسبة للجهة المعنية، ولذلك ما نحل هيك انه الموضوع بالكامل. لحد الان عم يعانوا اهالي البلدي من هذا المشروع. نحن بنخاطب ومن ناشد جهات معنيه انه تحل لنا هذا الموضوع باقرب وقت. يعني نحن هون عنا بالجهة الغربية من حفسرجي مجرور مكشوف للطريق، وعم يجينا يعني حالات كثير للأطفال من تحسس جلدة، من حبة سنة، من تلوث بيئة. يعني كامل مثلا هون عنا بالريف الغربي عم يجينا من حفسرجي أمراض كثير من هالقصة المجرور المكشوف، يعني حشرات، بق، تلوث كثير. يعني عم يجينا هالحالات لهون على الصيدلية. بإضافة يعني الأطفال هناك، نحن عم ننبه الأهالي إنه ما تخلوا الأطفال يروحوا لهنيك المنطقة، لأنه عم يصير تلوث وعم يصير عدوى بين الأطفال. يعني الطفل اليوم مثلا حبة السنة هي بتأدي التحسس، بأدي أي مرض جلدي بأدي، وكله بسبب المجرور اللي صار له فترة يعني عم يطوف على طول غرب الضياع. الله يعطيكم العافية. صاير نحن ضيعتنا منطقة جبلية، صاير على جبل، تمام؟ فعنا البيوت المتطرفة من الجبل، تمام؟ صاير واطي، ما عم يقتل المجرور على المجرور الرئيسي. فصار نحن دار المجرور على هذا الميل، على الميل الغربي، تمام؟
فهون صار سبب لنا كارثه هذا المجرور. كان قبل ما يأثر بسبب انه عدد السكان قليل، فهلا صار كثافه سكانيه، فصار هون المجرور صار يسبب لنا كارثه، امراض، حشرات، صار يضر لنا الزيتون، الاولاد ما بنحسن نتركهم مثلا يجوا لهون بسبب هالبقرة بالشتاء، صار يطوفهم، صار يقتل، يعني صار يطوف، صار يشكل بوحة بحيرة كبيرة، صار يقلب على الطريق، صار يضر لنا الزيتون. وين عمار؟ يا اخي مشان الموضوع صرف الصحي صاير غربي حفصرجي غربي الضيعة غربي الضيعة عطينا روايح وعبيجي بق وحشرات، وبالنسبة كمان للحوايا كمان يعني عم يحطوا الحوايا براميل عم تسري كلها غرب عم يسرقوها. تفرج على القمامي هون يعني شيء ما بصور العقل. وبالنسبة كمان للمستوصفات عنا ما شغال.